نبني بقى قاعده بيانات دي، ويب سايت اد نيو ايتم. ركزوا معايا بقى، هتلاقي سيكوال سيرفر، انزل تحت كده اهي سيكوال سيرفر داتابيز، من قائمه ويب سايت اد نيو ايتم سيكوال سيرفر داتابيز، وتسميها، هتسميها سوبر ماركت، وتروح دايس اد. بيقول لك انت عايز تعمل فولدر اسمه اب اندرسكور داتا يتحط فيه قاعده البيانات بتاعتك، قول له ماشي. هما دايما ما بيحبوش الحاجه تترمي كده، يحبوا ايه؟ فولدرات. هتلاقيه عمل لك هنا، ثواني بس بتقوم، يبقى كده عمل فولدر اسمه اب اندرسكور داتا فيه قاعده البيانات بتاعتك، قول له اعملها. أول مرة بس تاخد وقت شوية كده. إيه؟ خلاص يا عم محطوطة بنص. بكرة يا جماعة كل واحد يجهز التمبلت اللي بيشتغل عليه، ويشتغل الفكرة ويبدأ يشتغل ويبدأ يعمل لي قاعدة بيانات. والله لو سبت الدنيا عمالة تسرح بيك ما هتعرف تعمل حاجة. ما تخليش الموضوع يتراكم. إحنا بدأنا النهاردة أهو في الويب سايت. اللي فات كان ايه؟ تجهيزات ليه عشان تفهم الكود اللي تقراه. فابدا معايا يا ريت عشان ما تلاقيش الدنيا سرحت منك، يبقى ضيعت فلوس وضيعت اجازتك، يبقى كنت تقعد في البيت احسن. فيا رجاء الناس بكره تجيب التمبلت، لو دخلت زي ما قلت لك اكتب تمبلت ريسبونسيف فري، هتلاقي الموقع اللي هو مكتوب فيه 100 فري ده، هتخش عليه هتلاقي حاجات حلوه كتير جدا، واختار اللي يناسبك. قاعده بيانات ايه؟ دوت ام دي اف. عايزين نبني اول جدول، كليك يمين، يلا بقى ركزوا، كليك يمين اد نيو تيبل. عايزين نبني اول جدول، هتروح عامل كليك يمين اد نيو تيبل. ابدا بالجداول اللي ما فيهاش مفاتيح خارجيه. ليه؟ عشان لو انت جيت بنيت ده الاول، هتيجي تبني تمام، هتروح ده هتقول ان هو جاي منين، وانت هتكون لسه ما عملتش الديبارتمنت. هيقول لك طب ارجع اعمل الديبارتمنت. هتيجي تعمل ده، هتيجي تبني ده، هيقول لك انا عايز مين عشان تربطه بمين، هتقول لسه ما عملتش العمل، هيقول لك روح اعمل لي العمل الاول. فليه؟ ريح دماغك وابدا باللي ما فيهوش مفتاح خارجي. ادي واحد ما فيهوش مفتاح خارجي، اثنين ما فيهوش مفتاح خارجي، ده فيه، ثلاثة، أربعة، خمسة، وينفع ده ينفع يتبني؟ ده عايز مين؟ اليوزر نيم جاي منين؟ الكاستمر اتبنى؟ رقم اتنين، مش عادي، يبقى ده رقم خمسه المهم قبليه. ما ربطناش ده بالاوردر ليه؟ الاوردر بيدفع بكام طريقه؟ طريقه واحده. بس يدفع في الاخر بطريقه واحده، الطريقه دي بيستخدم فيها كام اوردر؟ بتستخدم لكام اوردر؟ يعني انا دفعت فيزا، انا الوحيد اللي ادفع فيزا؟ ناس كتير. وانتوا مين يروح لمين؟ يبقى البي كود يجي هنا، وهو الاف كي جاي من هنا، يبقى ده رقم 6، ده رقم 7. بعد كده بقى تيجي هتبني عندك ده ينفع يتبني 8، ده ينفع يتبني 9، بعد كده ينفع يتبني 10. تمشي بالترتيب ده عشان لما تيجي تبني جدول ما يقولكش ايه روح اعمله. طيب ادي كليك يمين اد نيو تيبل. هنبدأ بالديبارتمنت الاول. السيكوال سيرفر 2013 بقى، اللي هو 2008 او 2012 من جوه 2013، ده سيكوال سيرفر 2012 بس من جوه فيجوال ستوديو 2013. 2010 كان بيستخدم سيكوال سيرفر 2008 من جوه فيجوال ستوديو 2010. هو كده كده في برنامج اسمه سيكوال سيرفر لوحده بعيد عن الفيجوال خالص، بس هم راحوا عملوا ايه؟ دمجوا الاثنين في بعض. بس ده فيجوال ستوديو 2013 من جواه سيكوال سيرفر 2012. خلاص؟ هيبدا يبني، مجرد ما تكتب هنا هتلاقيه بيكتب هنا. فاكرين كريت تيبل؟ كريت تيبل دي يا احمد بتعمل ايه؟ بدل ما تبني الجدول تقعد تكتب وتشد وتسحب، لا تبنيه بالكود. ف
فهو عمل لك الطريقتين. مجرد ما تكتب فوق تلاقيه كتب لك الكود تحت لوحده. اوريها لك دلوقتي. مسح. الحاجه الوحيده اللي هنتخانق منها وانت بتعمل المفتاح الخارجي. هتكتب له كود مش هتشد وتسحب، ما فيهوش شد وسحب. ما فيهوش شد وسحب خالص. ايه؟ اما هتبقى سهل، بس هي دي الوحيده اللي هتكتب لها يعني. كونسترينت والكلام ده. خلص يا عم بقى. فتح عندك؟ ده برضه بيوقفه شويه. اوقف ده. شوف نمسك بقى. اول حاجه اكتب ديبارتمنت انه يفضل لما تيجي تكتب اكتب الكلمه كامله. اسم الحقل ده ما فيهوش مسافات، ما ينفعش في مسافه. ديبارتمنت انه اكتبه كلمه، مش تكتبش ديبت انه زي ما انا كاتب. لا، اما تكتبني بقى حقيقي اكتب الكلمه كامله. ليه؟ عشان ما تقعدش تقول ايه ديبت انه ده. لا، ديبارتمنت بقى انت عارف. بعد كده ديبارتمنت نيم، شوف انا بكتب الكلمه كامله. بعد كده ديسكريبشن. طيب نيجي بعد كده بقى للانواع. عندنا اشهر انواع، عندنا الارقام الصحيحه اي ان تي، الارقام الكسر النوميريك، الحروف ان فارد شار، التواريخ ديت تايم. ديت بس او ديت تايم يعني. رقم القسم حروف ولا ارقام؟ صحيحه ولا كسر؟ صحيحه. يبقى في الحاله دي كده اي ان تي. ايه؟ لو ممكن يكون في حرف تعمل معامله الحروف ان فارد شار، بس دايما صحيحه. 1 2 3 4 5 كده. لو عايزه ايه 1 2 ايه كده ماشي، بس تسالي شغلك انت، شغلك هيبقى محتاج 1 2 3، مش محتاجه اي بي سي يعني الكلام ده. اسم القسم حروف ولا ارقام؟ حروف. يبقى ان فارد شار ان في مكتوب 50. يعني ايه 50؟ يعني اخرك 50 حرف. هل اسم القسم هيعدي ال 50 حرف؟ لو هيعدي زود، خلي ال 50 60 70 طبقا للواقع. لو هيقال يبقى تنقص، ما تخليش الداتا كبيره. خلاص؟ 50 لا 40 مثلا. الديسكريبشن وصف القسم هيوصفه حروف. كم خانه؟ ده وصف بقى، اوصف. يبقى ماكس. ان فارد شار ماكس، ماكس يعني اعلى حد ممكن. ينفع قسم من غير اسم؟ يبقى تشيل علامة الصح. ينفع قسم من غير وصف؟ يبقى تشيل علامة الصح. طب لو علامة الصح موجودة، لو أنت مسجل وسجلت اسم رقم القسم واحد وما سجلوش اسمه ودوس تسجيل هيتسجل، مش هيبقى واقع. ينفع طالب من غير اسم؟ لو علامة الصح كانت موجودة ممكن تشيل الطلبة تغلط وتنسى الاسم تروح مسجلها سيف وخلاص. وكده طالب اتسجل بس من غير اسم. لا، الجهاز بقى هيوقفه وهيقول له لا ما ينفعش. عشان كده شلت علامة الصح. عايزين نسمي الجدول، نعمل ايه؟ تيجي تحت هنا، ركز بقى في الحتة دي. شيل كلمة تيبل واكتب ديبارتمنت. ما تقولش سيف، قول ابديت. ما تقولش سيف، قول ابديت. وتروح تقول اسأل ابديت. استنى هيعمل بريبيرنج ابديت. أول ما هنا تعمل علامة الصح دي باللون الأخضر. تمام، تقفل الجدول اهو اتعمل. الجدول الثاني كليك يمين اد نيو تيبل، الكاستمر، اليوزر نيم، حروف ولا ارقام؟ حروف. يبقى ان فارد شار اعلى يوزر نيم لموقع كام خانه؟ 20. لا مش هنعمل كود للعميل، ليه؟ هو اليوزر نيم بتاعه هو المميز. لا، اليوزر نيم، اليوزر نيم مش هيتكرر. انت بتخش على الموقع تعمل يوزر نيم اسمه احمد 2005، تلاقي احمد 2005 تاني؟ استحاله.
الباسورد حروف ولا ارقام؟ وحروف الاثنين، يبقى ان فرد شهر. اعلى باسورد مكون من كام خانه؟ لا باسورد ده 8، ساعات لازم تحدده 8. الفول نيم الاسم الكامل، حروف ان فرد شهر 80 او 70. البيرث ديت حروف ولا ارقام ولا تواريخ؟ تواريخ. عندي تاريخ بس وعندي ديت تايم، ديت بس. لا ما بنسجلش الثانيه اللي اتولد فيها، لا. لو اديت تايم هتلاقي نفسك كتبت ايه، هيظهر لك الثانيه الساعه دلوقتي 12 17 وكذا. لا مش عايزين كده. ولو ما كتبتش ثانيه هتلاقي 12 0 0 0. اه طبعا اول مره بس، بعد كده يخش باليوزر نيم وباسورد عادي. بعد كده الايه؟ الادرس حروف ولا ارقام؟ اثنين. ممكن نقول ماكس، يقعد يكتب عنوانه بالتفصيل الممل. ممكن نقول السيتي المدينه حروف. السكيورتي كويستشن، واحد عايز يسيب مسافه يحط اندر سكور، بس المسافه لا كويستشن. ان فارت شار نقول مثلا 80. السكيورتي انسر الاجابه. الايميل ان فارت شار 50. حلو. تعالى بقى حاجات الفون، الفون والجندر لسه. ان فارد شار 11، بس 11 كده يبقى داخل مصر بس، عايز بقى تفتحها كبر العدد شويه. الجندر، الجندر ميل يا في ميل. ان فارد شار 5، هو 5 خانات. تعالى بقى ينفع عميل من غير باسورد؟ لا. من غير اسم كامل؟ ينفع عميل ما يدخلش تاريخ ميلاده؟ ممكن. مش عايز يدخل تاريخ ميلاده، حاجه ملهاش لازمه. وانت هتبعت له هديه في عيد ميلاده؟ ملهاش لازمه، سيب علامه الصح. ينفع عميل من غير عنوان؟ لا. من غير مدينه؟ لا. من غير سؤال امان؟ لا، ولا اجابه الامان. من غير ايميل؟ لازم يكون عنده ايميل، لازم يكون فون، لازم يدخل النوع ذكر او انثى؟ مش فارق معايا، مش هيفرق معايا خالص. اسم ايه؟ هو السيتيو. لا ممكن نخلقها، انا عايز بس عشان اعرفك تجيبي المدن كلها ازاي. في كود كده بدل ما تقعدي تملي القايمه ايجيبت مش عارف ايه كذا كذا، لا خليه يجيب لك اسماء المدن كلها. عشان كده انا عايز ادهولك، عشان كده حطيت سيتيو. ايه؟ ايه ده؟ اللون يسمح بقيمه فارغه او لا؟ لو حددت عليه في الحاله دي ينفع يكتب بياناته من غير تاريخ الميلاد، ويسيب تاريخ الميلاد فاضي وانت سامح له بذلك. اه بمزاجه. اما اللي متشال عند الصح لا غصب عنه لازم، ولو جه ما كتبوش اقول له لا مش هيسجلها. لو عياده لازم النوع. اه لو عياده لازم النوع، في حاجات لازمه المستشفى محتاج تعرف ان كانت ذكر او انثى، خصوصا في لو مرض معين. تيجي بقى هنا خلصت، تيجي تحت هنا وتسميه كاستمر. هنا ساعات بيسموه ممبر، بيسموا اللي هيخش على الويب سايت عضو من اعضاء الموقع، ما بيتسماش عميل. اصل العميل ده يعني بيتعامل معايا واشترى، واشترى مني، هو ممكن يدخل ما يشتريش، عمل يوزر نيو بس ما اشتريش، فيفضل تتسمى ممبر، يبقى المسمى يبقى صح افضل. تعمل ابديت وتروح قايل ابديت داتابيس، اتعمل، تقفل، تعمل ريفريش هتلاقي الجدول اتعمل. كليك يمين اد نيو تيبل، اللي بعده برودكت. ممكن نقول برودكت، برودكت عايزه منك الديبارتمنت، الديبارتمنت اتعمل، يبقى ينفع نعمل البرودكت، نعمل البرودكت. برودكت اي دي، برودكت نيم، برايس. بعد كده ديسكريبشن، ديسكاونت. بعد كده ايه؟ بس
رقم المنتج حروف ولا ارقام؟ ولو انت بس على الويب سايت ارقام. لو انت بتعمل سيستم ساعات بيبقى حروف اللي هو الباركود. خلاص اسم المنتج ان فارتشار ونقول 80 او 90 خان. السعر ارقام بس صحيحه وكسر. تسال نفسك السوبر ماركت ده اعلى منتج يوصل له بكام؟ السوبر ماركت اعلى منتج مثلا. لا انا بتكلم سوبر ماركت، انا بعمل على سوبر ماركت 100 جنيه مثلا. اعلى كسر كام؟ لا 99 قرش. لا ده هم بيستهبلوا دلوقتي يكتبوا 99 قرش صح غلط كده. تعدهم بقى كلهم كام؟ خمسه. خدت كام للكسر؟ يبقى صحيح 3. تعالى نعدها تاني. لو بتتكلم لاجهزه كهربائيه زي ما زميلكم بيقول، اجهزه كهربائيه اعلى جهاز كهربائي كام؟ جهاز كهربائي انت ما اتجوزتش انت هتشوف عيال عشان لسه ما اتجوزتش. 8 و10 و12 و20 التلفزيون بيوصل ل 15 و20 خلاص. ممكن تقول 30,000 خلاص. اعلى كسر كالعاده 99. كم خانه؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 خانات. خدت كام للكسر؟ تكتبها كده 7.2. احنا بقى شغلنا هنقول نوميريك، هيقول لك كام وكام، قول له العدد كله خمسه. خدت كام للكسر؟ 2. الصحيح اوتوماتيك تتحسب. الوصف حروف ولا ارقام؟ ان فارتشار وماكس. نسبه الخصم ارقام كسريه. اعلى نسبه كسر كام؟ يعني انت تديله ببلاش على فكره 99%. يعني مثلا قول خليها شويه، قول 45 50% 70% زي ما بيعملوا سيلز ساعات 70% 70% بتتكتب كده صح؟ او كده بتتكتب بالطريقه دي. العدد كله كام؟ 3. كام للكسر؟ يبقى الصحيح 1. اروح قايل النوميريك العدد كله 3. خدت 2 للكسر. تعالى بقى الصفر ده ايه؟ كلامك صح. ممكن واحد يستهبل كده يعمل دي خمسه. يبقى المفروض مفيش دي خالص، يبقى العدد كله والكسر كام؟ مفيش. صحيح ده الصح. تعالى بقى، ينفع منتج من غير اسم؟ من غير سعر؟ من غير وصف؟ من غير خصم؟ يبقى مفيش، مش لازم كله على خصومات. بعد كده الدبت انه ديبارتمنت انه تسال نفسك بقى الديبارتمنت انه جاي منين؟ تروح فاتح الديبارتمنت كليكتين عليها كده. انت عاملها نوعها ايه؟ يبقى غصب عنك تتعمل هنا انت مش بمزاجك. تتعمل زي اللي جاي منها. خلاص؟ طيب، واحد يقول انا عايز المنتج ده مسريل. 1 2 3 4 5 مش انا اللي اكتبه. زي ارقام الجلوس بتاعتكم. مش معادين واحد بيكتب ارقام الجلوس، لا هو الجهاز بيطلعها. سيريال. نعملها ازاي؟ تقف عليها كده. كليك يمين بروبرتيز. وهتلاقي هنا حاجة اسمها ايدنتيتي. ايدنتيتي سبيسيفيكيشن. وتروح قايل از ايدنتيتي يس. بدل ما تخليها فولز خليها ترو. تاني تقف على اللي انت عايزه مسريل. بس طالما عايزه مسريل لازم يكون نوعه رقمي ارقام. ينفع تقول لي مسريل للحروف؟ لا. طب ماشي هتقول لي بعد ايمن ايه؟ احمد؟ مش بالضروره. صح غلط؟ مش بالضروره تكون مسريل. اما الارقام لا، لازم يكون اي ان تي. كليك يمين بروبرتيز وتروح رايح لخاصيه ايدنتيتي سبيسيفيكيشن. افتح علامه الزد اللي جنبها هتلاقيها فولز، خليها انت ترو. خلاص اسم الجدول اسمه ايه؟ برودكت. ناقص لك حاجه في الجدول ده زياده، ان انت عايز تقول ان الديبارتمنت جاي منين؟ منين؟ من دلتا ان او. صح غلط؟ ان ده جاي من ده.
اتقال ازاي؟ هنا بقى اتقال بكود، ما ينفعش التصميم. مفيش شد وسحب في فيجوال ستوديو 2013. تكتبها تكتب الكود ده. كونسترين. اي اس. فورين كي. ده اللي الربط يا جماعه. اسم اف كي. ريفرنسز. اسم الجدول الاخر. افتح قوس. اسم الحقل بالجدول الاخر. تاني. افهمها بس الاول كده اكتبها. افهمها بعد كده اكتبها. تتكتب فين؟ في الاخر خالص تحت هنا. بعد اخر واحد تعمل كوما وتدوس انتر. وتكتب كونسترينت. اتكتبت باللون الازرق يبقى انت كلامك صح، استنى بس الاول. استنى احمد بس. كونسترينت اتكتبت باللون الازرق يبقى انت صح. اي اسم تقول دي ان او اف كي. طالما اسم بدون مسافات. بعد كده فورين كي. اتكتبت ازرق صح. كي اتكتبت ازرق صح. افتح قوس. مين المفتاح الخارجي في دول؟ الديبارتمنت نو. خدها نفسها كوبي وارميها هنا بس. اقفل القوس. ريفرنسز كتب بالازرق يبقى صح. جاي من جدول اسمه ايه؟ ديبارتمنت. تفتح قوس. طب الديبارتمنت فيه كام حقل؟ كتير. جايه من انهي حقل؟ اول واحد ديبارتمنت انه تنزلها زي ما هي وتقفل. في خط احمر تحت الخط ده يبقى صح. وهنا الجدول ظهر عادي. انت عارف لو كانت دي غلط بص لكن كده شيل بس الان دي. وجيت هنا شفت ده تحت ايه؟ خط احمر. خلصت تعمل ايه؟ ابديت. ابديت. عشان هي اعلى ديسكاونت كام في المية؟ 70%. 70% اكتبها ازاي في الرياضة؟ اكتبها ازاي في الرياضة؟ تتكتب كده. في كسر في صحيح؟ يبقى كله على بعضه كام؟ والكسر كام؟ بس. يتشال. ما ينفعش منتج مش تبع لكسر. طالما شلته اعمل ابديت تاني. عشان كده انت بتسيف تسييف جديد. واقفل واعمل ريفرش. الجدول اللي بعده كليك يمين اد نيو تيبل اسمه ايه؟ لا قسم عملناه نيوز. نيوز اي دي. نيوز تايتل. نيوز ديت. الديتيلز. تسال نفسك الاي دي اي ان تي حابب تخلي الاخبار مسلسله؟ اه الاخبار مسلسله صح ولا غلط؟ نعملها ازاي؟ بروبرتيز از ايدنتيتي في الترو. اسم الخبر او عنوان الخبر حروف الارقام حروف 80. تاريخ الخبر ديت. ديت بس ولا ديت تايم؟ لا ديت تايم عشان بكتب الخبر ده الساعه كام. التفاصيل. تفاصيل الخبر ده كتير بقى يبقى ان فارد شار ماكس. خلاص نيجي تحت هنا وتكتب اسم الجدول نيوز وتعمل ابديت. ابديت وريفرش وتقفل. كليك يمين اد نيو تيبل ادفرتايزنج. ادفرتايزنج اي دي. شوف الكلمه كامله كلها بكتبها. التايتل. عنوان الاعلان. الديتيلز تفاصيل الاعلان. الستارت ديت والاند ديت. عنوان الخبر حروف الارقام يبقى ان فارد شار. تفاصيل الخبر ماكس. اي حاجه تفاصيل او وصف بماكس. الستارت ديت ديت بس. مش هقول الخبر هيترفع يوم 1/5
الساعه 9:30 يتقفل يوم 25 الساعه 9:15. لا هي تاريخ بس الاند ديت ديت بس. طيب ينفع خبر من غير عنوان اعلان من غير عنوان من غير تفاصيل من غير بدايه ونهايه؟ لا لازم يكون ليه بدايه ونهايه بياخد فلوس عليه. عايز تعمل ده عداد روبرتز از ايدنتيتي ترو. خد بالك طالما عملته عداد اوعى تعمل حسابك فيه في الادخال عشان هو بيدخل عن طريق الجهاز. انت مالكش دعوه بقى خلاص. مش تيجي ما تعمل فورمه الادخال بتاعه الاخبار للمدير تقول له دخل لي رقم الخبر. لا خلاص رقم الخبر بقى بيجي ايه لوحده. تبدا من الاسم على طول بقى مسلسل هو لوحده. فاهمين؟ بعد كده تسميها هنا ادفرتايزنج. سيف ابديت ابديت اقفل ريفرش كليك يمين اد نيو تيبل للسبونسر سبونسر اي دي سبونسر نيم اسم الراعي اللي هو الرعاية. بعد كده اللينك اللينك يديني اسم الموقع بتاعه اللينك بتاع الموقع بتاعه او صفحته على الفيسبوك عشان اعمل له لينك بقى من على الموقع بتاعي. اظهر له اللوجو ولو داس على اللوجو يعمل ايه يوديه الموقع. الاي دي اي ان تي اسم الراعي الراعي فارد شار ومثلا 80 اللينك ان فارد شار نقول مثلا 150. ينفع من ضمن شركات الرعاة من غير اسم؟ ما يدينيش اللينك بتاعه. امال بيعلن عن ايه اسمه بس؟ لا لو الافضل انه يديني اللينك بتاعه عشان اعمله لينك على ايه انا حاسس حابب يدخل عليه. انا عامل الاسبونسر اعمل ابديت ابديت تقفل كليك يمين ريفرش اد نيو تيبل البيمنت اول حاجه كارد نمبر كارد نمبر الاكسباير ديت النيم ان كارد ال ايه تاني الاس اس ان اللي هي دي بيانات الفيزا رقم الفيزا. ينفع يكون مسلسل؟ استحاله. هو انت لما تيجي تشتري من الموقع رقم فيستك تكون بعدي؟ الله اعلم. ده انت ممكن تكون انت بنك تاني وانا بنك تاني خالص فما ينفعش. رقم الفيزا ممكن يكون فيه حروف؟ ممكن يبقى ان فارد شهر. رقم الفيزا اخره حوالي 22 اعتقد. تاريخ الانتهاء ديت بس. الاسم اللي هو اسمه على الكارت ان فارد شهر. الاس اس ان ان تشار 4 على فكره ده 3 كمان بس في 4 في 3 4 خانات بس. طيب ينفع فيزا من غير تاريخ انتهاء من غير اسم على الكارت؟ لا طبعا. من غير ايه؟ من غير الرقم السري الصغير ده استحاله. واروح قايل هنا بيمنت. طيب بيمنت طيب اسم الجدول ما فيهوش مسافات ابديت اقفل ريفريش الاوردر اوردر اي دي اوردر ديت التوتال الاوردر. ينفع ارقام مسريله الفواتير؟ ينفع ارقام مسريله؟ اي الاوردر ديت ديت ويفضل الساعه كام التوتال اعلى اجمالي فاتوره في السوبر ماركت كام؟ كام 5000. كم خدنا ال 5000؟ 4 يا عم 4 خانات صح. واعلى كسر كام؟ 99.
يبقى 2 يبقى 4 و2 6 يبقى اروح قايل نوماري كلهم 6 خانات وخدت 2 للكسر. ينفع فاتوره من غير تاريخ؟ من غير اجمالي؟ لا. واروح قايل هنا مسميها اوردرز. اللي هو اليوزر نيم ومين؟ والكارد نمبر، احنا خلاص سميناها كارد نمبر. تعالى بقى. لا هي كارد نمبر. احنا بي تايب؟ لا هي كارد نمبر عشان انا لغيناها خلاص. هي دي غلط بس بكارد نمبر. تفتح بقى اليوزر نيم دي جاي منين يا شباب؟ اروح فاتح الممبر ده اهو. عامله هنا ان فارتشار كام؟ غصب عني عامله ان فارتشار 20. لو ما عملتش كام شهر ده يعمل علاقه. الكارد نمبر جاي منين؟ من البيمنت. اروح فاتح البيمنت كليكتين عليها كده. الكارد نمبر عامله ان فارتشار كام؟ اروح واخده كوبي واروح عاملها للاوردر هنا. لازم يكونوا زي بعض. لازم. تعالى بقى اليوزر نيم عايزين نقول ان هو جاي من الكاست من الممبر. اروح قايل ايه؟ كونسترينت اي اسم بس انا بفضل بقول ايه؟ ممبر اف كي. واروح قايل فورين كي. واروح قايل اسمه يوزر نيم المفتاح الخارجي اللي جاي من حته ثانيه. واروح كاتب ريفرنسز جاي من الممبر. انهي حته من الممبر جاي من اليوزر نيم؟ ده اول واحد. في واحد ثاني الكارد نمبر جاي من البيمنت. اروح قايل كونسترين بيمنت بس بيمنت اف كي فورين كي. مين هنا المفتاح الخارجي؟ الكارد نمبر. اروح جاي كده واكتب كارد نمبر ريفرنسز جاي منين؟ من البيمنت تايب. انا هنا مسميها بيمنت تايب. جاي من انا حته بيمنت تايب من الكارد نمبر. مفيش غلط. سميناه اوردرز. اعمل ابديت. تروح قافل وتعمل ريفرش. اخر حاجه الجدول الوسيط اللي هو اللي كان جاي عن طريق علاقتين في برودكت اي دي وفي اوردر ان او وفي كوانتيتي وفي برايس وفي توتال. تسأل نفسك اول حاجه الاثنين دول برايمري كي مبدئيا، بس تسأل نفسك الاول البرودكت اي دي جاي منين؟ من جدول برودكت. افتح البرودكت كليكتين. انت عاملها نوعها هنا ايه؟ يبقى غصب عنك انت. تمام. الاوردر ان او جاي من الاوردرز كليكتين على الاوردرز عاملها نوعها ايه؟ انت. يبقى غصب عنك هنا انت. الكميه بقى، الكميه في سوبر ماركت لما تيجي تطلب كميه حروف ولا ارقام؟ صحيح على كسر؟ كسر. وينفع كسر برضه. مش ممكن تطلب كيلو ونص تقول له كيلو وربع لبن كيلو ونص جبنه ده سوبر ماركت. اما لو كانت بقى محل اجهزه كهربائيه ما ينفعش تقول له لابتوب ونص. لا ما ينفعش تقول له ثلاجه وربع. يبقى حاجه صحيحه. فخد بالك بقى من الحاجات دي. هتلاقي الاختلافات في الحاجات دي. هتلاقي الاختلافات في الانواع دي. انا سوبر ماركت لا كسر نوماريك. اعلى كميه تطلبها قد ايه؟ قول مثلا 100 كيلو مثلا بس ده كتير يعني ده لو عامل فرح يعني. ثلاثة وأعلى كسر يبقى كلهم خمسة. أروح قايل 5.2. أعلى سعر احنا قلنا كام؟ برضه 5.2 صح؟ لما قلنا 100 جنيه. لا السعر السعر التوتال هو اللي هيبقى كتير. التوتال لما قلنا 5002 6. أما بتكلم على سعر المنتج الاثنين دول مفتاح رئيسي. اعلم على الاثنين كده. اقف على الاولاني ايه اي ان تي بس. اعلم على البرودكت وشيفت وسهم هيعلم على الثاني.
وكليك يمين سيت برايمري كي. كليك انت ما كنتش بتعمل الحركه دي ليه؟ عشان هو كان علامه المفتاح جنبها جاهزه. بس كان هنا لو هنا ملاحظ كان عامل واحده بس، اول واحد كان عاملها كده بس، هنا المره دي اثنين. فعلم على الاولاني وشيفت مع السهم. فتروح عليه كليك يمين سيت برايمري كي، لازم تعلم الاثنين مع بعض. الجدول اسمه اوردر ديتيلز. مفيش مسافات في الجدول. كم واحد مفتاح خارجي هنا؟ البرودكت جاي منين؟ من البرودكت. اروح قايل كونسترين برودكت اف كي فورين كي البرودكت اي دي. الاول اكتب اسم الحق ريفرنسز جاي من جدول البرودكت. طب انهي حقل في البرودكت؟ برودكت اي دي ده اول واحد. نيجي بعد كده الاوردر. شوف هنا خط احمر، يبقى في غلط. غلط في ايه؟ يا اما اسم الجدول غلط يا اسم الحقل غلط. طب اسم الجدول برودكت وهنا مكتوب ايه؟ برودكت. طب خش جواه يبقى اسم الحقل غلط، مكتوب برودكت ايه؟ اي دي. اكتبها هنا برودكت اي دي. ما اسمها برودكت اي دي، وهنا برودكت مظبوط وكونسترينت تمام. فورين كي هاز. احنا كنا عملنا حاجه قبل كده اسمها برودكت اف كي. لا طب كمل ولا عشان دي لا في حاجه غلط. ماشي كمل يبقى نشوفها. كونسترينت اوردر اوردر اف كي فورين كي اوردر اي اوردر ان او ريفرنسز اوردر اسم جدول اوردرز. بص يا كابتن اوردر ثواني باللون ايه؟ دي كلمة محجوزة ما ينفعش تستخدمها. لو كنت استخدمتها تخش تغير اسم الجدول تخليها اوردرز، هتزود لها اي حرف عشان هتيجي في البرمجة هتقرفك، هتلاقي نفسك عمال تكتب كود وعمال تنفذ الكود، الكود غلط. تيجي تبص لكودك صح يا عم الغلط هتتجنن. في الاخر انت استخدمت كلمة ما ينفعش تستخدمها. حلني بقى ما توصل للحل ده. فخد بالك كلمة، عارف زي مثلا كلمة ايه؟ فور في الجافا في السي شارب، فور لوب اف كونديشن. كلمة اف دي كلمة محجوزة ما ينفعش استخدمها. ما ينفعش اسمي حاجة اسمها تيبل، عشان تيبل في الداتا بيز ما ينفعش استخدمها. برضو اوردرز هتظهر لك باللون الازرق ما ينفعش، يبقى اوردرز يقول لك ايوه كده. تفتح الجدول المفتاح الرئيسي اسمه ايه؟ اوردر اي دي. خده كوبي ترميه بس تاني. ماشي تمام. بس تحت دي غلط، هو البرودكت معمول لمفتاح رئيسي ولا لا؟ برودكت اديو. امال هو زعلان ليه؟ برودكت اف كي، ممكن برودكت اف كي دي كلمه. طب اف كي 1 لا طب ما هي اسمها برودكت اهي. يا لهوي كلمة برودكت مكتوبة غلط يا حلاوة. بص مكتوب ايه؟ برودكت سي في سي زيادة عشان كده عامل لها يا عم ابديت. ابديت في ايرور بيقول لك فيها دي ان او. انت زعلت ليه؟ عشان ده موجود يعني؟ اهو ماشي اقفل. بس هتلاقي الجدول اتعمل من تاني على فكره. بص شيل دي بقى، شيل القديمه دي. يعني عمل الجدول بالجديد بس انا شلته. بص بقى برودكت
عشان الفتره كان اسم الجدول غلط، احنا عاملينه غلط، في سيت حطت زياده. اعمل ابديت ده كده ايه، اعمل ريفرش، دي كده قاعده بيانات، دي كده قاعده بيانات. لو عايز تبين العلاقات بتعمل حاجه اسمها داتا سيت، اد نيو ايتم اخر حاجه بس داتا سيت اهي، داتا سيت اهي يس. بس انا هشيلها داتا سيت، انا عايز بس اوريك العلاقات عشان هنا السيكوال سيرفر ما بيبينش علاقات في جوه الفيجوال ستوديو. هنا كان بيبقى في داتابيس دايجرام، بص بقى هنا تعمل ايه، داتا سيت اهي، تروح عامل ايه، تروح معلم على كل دول على الجداول بتاعتك وتشدها وتسحبها هنا عشان تتاكد بس ان علاقاتك صح والدنيا متوصله صح. تسيبه كده شويه اهو، اسحب بقى كده هتلاقي اهو متوصل بالبرودكت اهو، والبرودكت متوصل بالاوردر ديتيلز، والاوردر ديتيلز متوصل بالاوردر، والاوردر متوصل بالبيمنت. انا شايف كده احسن، انا بحبه احسن من 2010 بصراحه اهو. بس فين الشكاوي؟ احنا ما عملناش الشكاوي؟ ما عملناهاش، ما عملناش الشكاوي. نخش نعمل الشكاوي بقى بالمره عشان نقفلها. كليك يمين اد نيو ايتم، كومبليمنت اي دي، بعد كده التايتل بتاع الشكل، بعد كده الديتيلز بتاع الشكل، بعد كده الديت، ديت تايم، بعد كده اليوزر نيم اللي بعت الشكل. طيب تعالى بقى، دي تايتل مكتوبه غلط. الاي دي يفضل يكون متسلسل، مسلسل كده بتاع الشكوى اهو. عنوان الشكوى حروف ولا ارقام؟ حروف وارقام. ان فاريت شار تفاصيل الشكوى بس ماكس، طالما التفاصيل ووصف ماكس. التاريخ دي التايم، اليوزر نيم تسال نفسك احنا جاي من الممبر عاملينه هنا ايه كام، يبقى لازم هنا يتعمل 20 لازم. كوم كونسترين عشان اعمل العلاقة، اقول ممبر اف كي فورين كي يوزر نيم ريفرنسز جايه من الممبر رايحه جايه عند اليوزر نيم. قال لي في غلط، قال لي this the model already has element has the same name dbo dot member fk، يعني كلمه member fk موجوده قبل كده في مفتاح خارجي اسمه member fk. اقول له member fk 1، قال لي كده مشيها تمام عشان الاسم متكرر بس. ابديت ابديت، استنى اما يحمل، تقفل ريفريش. بص الممبر اهو، اول مرمي الشكاوي هنا هي راحت فين، بص ما سميتهاش، ننزل باسم تيبل نسينا نسميها، اروح قايل كومبلين واروح قايل ابديت، بس كده هيعمل 1 2. بص هيقول لي موجود، الغي ده، بس قبل ما الغي هدي كوبي بس عشان يلغيها لي، صوت لغى كده، ريفرش ديليت ابديت، كليك يمين اد نيو تيبل عشان نعمله من تاني، بس حط بيست واعمل ابديت. ما تنساش بس تسمي الجدول، لو نسيت افتحه خد الكود كوبي واحذفه بعد كده ارميه بس كده، اعمل ريفرش اهي، شدها واسحبها هتلاقيها اتربط لك بالممبر.
لو الكود بتاع الربط صح اهو ما اتربطتش. طب انت بقى تسال نفسك لو عملناها كده المفروض دي يوزر نيم بيوزر نيم لو اتعملت اه يبقى كده خلاص وافق عليها. هي ما نزلتش عشان كله ما نزلش مع بعضه، كان لازم ده ودول ينزلوا مع بعض. ايه؟ اه لا بس هو لا دي داتا ست ما بيكتبش ما بيأثرش على الديزاين خالص. دي كده رسمه الايه؟ داتا ست سيف. دي بس بنعملها علشان تبين العلاقات صح ولا غلط. من قائمه ويب سايت اد نيو ايتم داتا ست وتروح دايس اوكي. وتروح ماسك معلم على الجداول كلها وتروح ساحبهم ورميهم في الجزء اللي مرمي فيه الجداول دي. بس هتلاقي اوتوماتيك تعمل لك الجداول ببعض. سيف نوقف بقى الدرس لحد كده وبكره